احنا النهارده ان شاء الله نتكلم عن جزء اسمه هيت ترانسفير. الهيت ترانسفير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاجهزه اللي بتستخدم في المصانع في التسخين. بدل ما احنا مثلا بنسخن على نار زي ما احنا بنسخن في البيت او ببويلر بالكهرباء، في المصانع بيستخدموا اجهزه بتعتمد على الستيم على التسخين بالبخار. هيت ترانسفير، الهيت الاول الحراره دي معناها ايه؟ هيت از فورم اوف انرجي، الحرارة دي صورة من صور الطاقة. That is associated with disordered movement of molecules or ions. مش مهم حتة disordered movement دي دلوقتي، لأن هو الدكتور مهتمش بالجزئية بتاعة الميكانيزم وفي الترانسفير لغاها. هو بالمناسبة الدكتور لغى أجزاء كتير قوي قوي من شطر الهيت ده. الدكتور مثلا لغلنا المسائل، لغلنا معظم الانترودكشن، ما شرحش فيها غير البرودكشن اوف ستيم بس، ولغى الاجهزه بتاعت الهيت ترانسفير بالكامل، اكتفى باجهزه الايفابوريشن واجهزه الاكسسوارز. طيب الهيت ترانسفير ده معناه ان بيحصل تبادل للحراره من المنطقه اللي فيها درجه حراره عاليه للمنطقه اللي فيها درجه حراره قليله. بيحصل عندنا اكستشينج اوف هيت from region of higher temperature to region of lower temperature، ان دايما الحراره تتنقل من المنطقه السخنه للمنطقه الساقعه. في البيت احنا ممكن نكون بنسخن ببويلر كهرباء او فرن كهرباء، او بنسخن بالبوتاجاز بنار، لكن عمليه زي دي في المصانع هتبقى مكلفه وفيها مخاطر كتير. وفي المصانع لما بيسخنوا بالبخار، زي نظام التدفئه اللي موجود عند الاجانب والبلاد اللي بتبقى بارده قوي، بيبقى الجدران بتاعت البيت بتبقى متبطنه خشب، وورا الخشب ده في مواسير، المواسير دي بيبقى ماشي جواها بخار ستيم، بحيث ان الهيتنج سيستم ده بيعمل تدفئه للبيوت من غير ما يدفعوا مصاريف كتير في التدفئه، عن طريق ان هو يبقى جايب دفايه مثلا بالكهرباء، او يبقى في مخاطر ان يبقى في نار مثلا عشان دفايه بالنار او الخشب او كده. البخار في اسباب كتيره جدا بتخليه منتشر كهيت ترانسفير ايجنت، اول حاجه أو كمصدر للتسخين يعني. أول حاجة الرو ماتيريال، المادة الخام اللي معمول منها البخار، هي المية، فالمية ما بتبقاش غالية وبتبقى متاحة. تاني حاجة it is easy to generate، سهل إن أنت تصنع الستيم ده زي ما نشوف دلوقتي. الستيم بيتعمل إزاي؟ إن المصانع أو الأماكن بتاعة التسخين دي بيبقى فيه غلايات في أوضة معينة موجودة في المصنع. الغلايات دي عبارة عن تنكات كبيرة مليانة مية وتحتها في نار. بتبدأ النار دي تسخن المية، فالمية الأول بتكتسب حاجة اسمها sensible heat. بعد ما نخلص الأدفانتج هنتكلم عن الفرق بين sensible والليتنت. sensible heat دي هي كمية الحرارة اللي بتحول المية من إنها مية ساقعة لإن هي تكون مية سخنة. طيب وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ المية الساقعة تتحول لمية سخنة، وبعد كده تبقى مية مغلية، وبعد كده المية بعد ما تغلي تتحول كلها لبخار، ويفضل البخار ده محتفظ جواه بكمية طاقة حرارية كتيرة جدا اسمها latent heat. في عندنا sensible heat دي اللي بتغير التمبريتشر at the same phase، يعني اللي بتحول المية من مية ساقعة لمية سخنة. وفي بقى حاجة تانية اسمها latent heat. latent دي عبارة عن كمية الحرارة اللي بتغير الفيز، اللي بتحول المية من إن هي تبقى مية سخنة لإن هي تكون بخار، يعني بتغير الفيز. وحاجة زي كده عشان تحصل ده بيحتاج كمية حرارة كبيرة جدا عشان تكسير الروابط ما بين جزيئات المية وبعضها. تمام؟ طيب بيفضل بقى الستيم محتفظ بالحرارة العالية دي جواه لحد ما يرجع يتكثف تاني. فهو easy to generate، إنه عبارة عن شوية مية بتغلي، سهل to distribute and control، سهل توزعه وتتحكم فيه، لأن هو الستيم ده بيطلع من الغلايات اللي إحنا كنا بنحكي عليها دلوقتي دي، مواسير بمحبس. تفتح المحبس، البخار يمشي في الماسورة فيروح يسخن حتة معينة قطاع معين في المصنع، تقفل المحبس فالبخار ما يروحلوش. فسهل انك تنقل الحرارة في صورة ستيم، لكن مش سهل انك تنقل الحرارة في صورة نار. أرخص بكتير من البدائل الأخرى زي مثلا التسخين بالكهرباء. الستيم كمان بيكون نظيف، clean, odorless, tasteless. لو حصل أي نوع من أنواع التسريب أو الكونتامينيشن ما بيبقاش خطير زي تسريب الغاز. تسريب البخار ده عبارة عن شوية بخار مية، بعد شوية هيتكثفوا ويبقوا مية، فمفيش أي مشاكل. البخار زي ما قلنا من شوية صغيرين بيبقى فيه جواه حاجة اسمها latent heat. latent heat دي اللي هي كمية الطاقة الحرارية اللي البخار اكتسبها عشان يتحول من water لأن هو يكون steam.
ودي بتكون هاي هيت كونتنت، يعني البخار ده بيبقى مخزن جواه كمية طاقة حرارية كبيرة جدا، بيسموها ليتنت هيت أو الحرارة الكامنة، ودي بتكون حوالي 2260 كيلو جول لكل كيلو جرام. يعني كل كيلو جرام من المية عشان يتبخر ويبقى ستيم بيحتاج إن هو يمتص 2260 كيلو جول، وبعد كده كل كيلو جرام من الستيم بيفضل محتفظ بال2260 كيلو جول دول جواه لحد ما يقابل أي سطح تاني أبرد منه أو أقل منه في درجة الحرارة، فيفقد شوية الطاقة الحرارية اللي معاه اللي هما ال2260 كيلو جول لكل كيلو جرام ويتكثف. The heat is given up at constant temperature, which is useful in controlling heating process and in sterilization. انت كمان عن طريق التحكم في الضغط بتقدر تتحكم في درجة الحرارة اللي الستيم هيتكثف عندها، تقدر تزودها لو زودت الضغط او تقللها لو قللت الضغط، فتقدر تعمل كنترول انه مش بس هيدي كمية طاقة حرارية معينة، ده كمان هيخلي درجة الحرارة تبقى قد ايه. وخلي بالكوا في فرق كبير ما بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. الطاقة الحرارية دي بالكيلو جول، كمية الطاقة اللي موجودة قد ايه، لكن درجة الحرارة دي اللي هي بالسلسيوس بالتمبريتشر، طبعا في علاقة ما بينهم بس هما مش حاجة واحدة. طيب الدكتور دلوقتي بيحكي لنا قصة تحول المية من إنها تبقى مية ساقعة، حتة تلج كده، يعني تلج حصل له ميلتنج وبقى مية، المية الساقعة تلج ده أهي، تمام؟ تبدأ إن هي تتحول، المية الساقعة تلج دي تبدأ إن هي تتحول لستيم. عايزين نعرف بقى مراحل تحول أو مراحل تطور المية الساقعة تلج دي لستيم، وبعد كده لما بترجع تفقد الحرارة بتفقد الحرارة ازاي. بس قبل ما ندخل نتكلم في القصة دي، أنا بس عايز أشرح الفرق ما بين كلمة sensible heat وكلمة latent heat. sensible heat دي بتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن كمية الطاقة الحرارية associated with temperature change اللي بتعمل تغيير في درجة الحرارة ولكن at the same phase، يعني المية الساقعة تفضل مية زي ما هي بس بدل ما هي ساقعة تبقى سخنة. At the same phase but temperature is changing، زي ما تسخن مية من درجة حرارة زيرو لدرجة حرارة مية، يعني مية لسه جاية من التلج دلوقتي حالا هو تلج ساح وبقى مية، وتسخنها لحد المية اللي هتبقى بخار. طيب ال Q كمية الطاقة الحرارية بتاعت sensible heat بتساوي ال M اللي هي الماس مضروبة في ال C، ودي حاجة اسمها specific heat أو sensible heat، ودي بتبقى قيمة ثابتة أو خاصية ثابتة لكل مادة، مضروبة في الدلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة. ال سي او السنسبل هيت بتاعة المية بتبقى 4.2 كيلو جول لكل كيلو جرام لكل درجة، 4.2 كيلو جول لكل كيلو جرام لكل درجة، يعني كل كيلو جرام من المية عشان يسخن درجة واحدة هيحتاج 4.2 كيلو جول. يبقى لو أنا عايز أسخن كيلو جرام واحد هحتاج 4.2 كيلو جول عشان أسخن درجة واحدة، عشان أسخنهم 100 درجة بضرب في دلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة، فلما أضرب 4.2 في 100 يطلع 420 كيلو جول لكل كيلو جرام. يعني كمية الطاقة الحرارية اللي أنت بتحتاجها عشان تحول مية من درجة حرارة زيرو لدرجة حرارة 100 420 كيلو جول لكل كيلو جرام، وتفضل متخزنه جوه الميه لدرجه حرارتها 100 دي. طب خلينا نشوف بقى الليتنت هيت. الليتنت هيت هي الحراره اللي اسوشيتد ويز فيز تشينج، ودي بيسموها الهيت اوف كونفرجن، تمام؟ ديفايند از اماونت اوف هيت ادد بير يونت ماس ديورينج فيز تشينج. ليتنت هيت اوف فابورايزيشن هي عباره عن اماونت اوف هيت ادد تو فابورايز يونت ماس اوف ووتر اور اماونت اوف هيت ريموفد to condense unit mass of steam، وما جابش سيرة تغيير درجة الحرارة لأن latent heat ملهاش دعوة بالـ change اللي بيحصل أو بالتغيير اللي بيحصل في درجة الحرارة. والـ Q بتساوي M في L، الـ L دي اللي هي الـ latent heat of vaporization، بتساوي 2.26 في 10 أس 6 جول لكل كيلو جرام. أو أقدر أقول يعني لو أنا شلت من هنا تلاتة 10 أس 3 دي هتبقى كيلو جول، يعني 2.26 في 10 أس 3 كيلو جول، ولو ضربت ال 2.26 في 10 أس 3 تطلع 2260 كيلو جول لكل كيلو جرام، لكل كيلو جرام اللي هي اللي في الآخر دي، هي بس كانت مكتوبة كده والدكتور قالها كده في الأول، عشان كده أنا كتبتها لكم، لكن ده الرقم اللي إحنا هنحفظه.
2260 كيلو جول. نرجع بقى للرسمة اللي قبلها. في الرسمة اللي قبلها بيبدأ إيه الأول؟ ده بيكر وعليه غطا كده من فوق أو مكبس من فوق يقدر إنه يتحرك. كان عندنا 1 كيلو جرام أوف أيس كولد ووتر وبنسخنه، يعني كيلو جرام مية ساقعة. الأول بيبدأ المية تسخن ويحصل لها بويلينج، تغلي، يبدأ جزء منها يتبخر ويبقى بخار وجزء منها لسه مية زي ما هو ودرجة حرارته 100. بعد شوية تسخين كمان بقية المية اللي تحت دي هتتحول كلها لبخار زي هنا. يحصل عندنا complete conversion of water to steam عند 100 درجة. هنا المفروض ان انا ابقى خلصت وبقى عندي ستيم. حلو دكتور، بس هيعرفنا حاجة، لو انت المية اللي عندك دي كلها اتبخرت وكلها بقت ستيم وانت استمريت في التسخين، بيبدأ الستيم ده بقى بخار، غاز، مادة عادية جدا مش هيتحول لحاجة تانية. يعني هو الستيم لما يسخن مش هيتحول ويبقى حاجة غريبة ويفضل ستيم زي ما هو، بس هيبدأ يسخن زي ما التلج لما سخنته ساح وبقى مية، المية لما سخنتها بقت مية سخنة، فبيبدأ يتحول إلى ستيم سخن بيسموه سوبر هيتد ستيم، درجة حرارته أعلى من 100. هنبدأ نتكلم إحنا بقى الخطوات اللي حصلت في الأربعة بيكر أو البيكر أو أربع خطوات ده. أول حاجة بالنسبة للمية عند الاتموسفيريك بريشر العادي السي اللي هي بيبقى اسمها السبيسيفيك هيت او الهيت كاباسيتي، اللي هي كميه الحراره اللازمه للتسخين، بتبقى 4.2 كيلو جول لكل كيلو جرام لكل درجه. كميه الحراره اللي انا بحتاجها عشان اسخن من 0 ل 100 420 كيلو جول زي ما قلنا. وانس ذا ووتر هاز ريتش ذا بويلنج بوينت، بمجرد وصول الميه لانها تبدا تغلي، further heat energy input will not raise the temperature. المية خلاص وصلت لدرجة حرارة 100 وبدأت تغلي، زيادة التسخين بقى مش هتبدأ إن هي تعلي درجة حرارة المية أعلى من 100، لا هي هتبدأ تحول تعمل convert للبويلنج ووتر من 100 درجة تخليها لستيم بخار عند 100 درجة برضه. steam at temperature corresponding to water boiling point بيسموه saturated steam. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الستيم اللي عند 100 درجه الطازه الفريش اللي لسه طالع من الميه اللي بتغلي ده بيسموه ساتوريتد ستيم، وزي ما هناخد بعد شويه صغيرين الساتوريتد ستيم ده بيكون احسن ستيم. احسن ستيم يستخدم في التسخين، وهنعرف ايه الاسباب بتاعه الكلام ده. ثواني كده. طيب لو احنا بقى زودنا تسخين اكسس هيت اعلى من الستيم ب 100 درجه، ده الهيت ويل بي ابزوربد باي ساتوريتد ستيم. يعني خلاص الميه كلها بقت بخار عند درجه حراره 100، تمام، وانا لسه بسخن ما وصلتش النار اللي تحت دي، فيبدا الستيم ذات نفسه يغلى، يغلي مش يغلى، يغلي. وده على درجة الحرارة أعلى من 100 ويكون عندنا حاجة اسمها سوبر هيتد ستيم. الكيرف ده اهو اللي على الشمال ده مش مهم، اللي على اليمين ده مهم جدا 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 وهيتشرح بعد كده بالتفصيل. باختصار هو بادئ من النقطة E لحد النقطة A، وعلى الأكسس ده التمبريتشر درجات الحرارة، على الواي أكسس، وعلى الإكس أكسس كمية الهيت إنرجي. أنا ببدأ من عند درجة حرارة زيرو، أنا هقول لكم سريعا وبعدين نقرأ بالتفصيل. ببدأ عند بوينت E اللي هي عند درجة حرارة زيرو. أول لما أدي للكمية المية اللي عندنا دي 420 كيلو جول، هو من هنا ده من زيرو لألف، من ألف لألفين لتلات آلاف وهكذا، دي الهيت أدد. المية لما بتاخد حرارة بتبدأ درجة حرارتها تعلى، أهي كل ما أديلها حرارة كل ما درجة حرارتها تعلى. 420 كيلو جول لكل كيلو جرام ووتر، يعني أنا بجيب كيلو جرام مية وأبدأ أسخنه. 420 كيلو جول بيكونوا كافيين ان هم يحولوا الووتر من درجة حرارة زيرو لحد درجة حرارة 100. بيكونوا كافيين ان هم يحولوا الووتر من درجة حرارة زيرو لان هي تبقى عند درجة حرارة 100، يعني تتنقل من عند النقطة E للنقطة D. عند النقطة دي
بيبقى عندنا ووتر، عندنا ميه درجة حرارتها عند 100 درجة. هتلاقي ايه بقى اللي بيحصل؟ كل ما انت بتزود كمية الهيت كونتنت اللي انت بتدخلها للمية دي، كل ما بزود كمية الهيت كونتنت اللي انا بدخلها للمية، بتبدأ درجة الحرارة ما بتتغيرش. يعني شوف درجة الحرارة بتاعت النقطة دي وبتاعت النقطة E وبتاعت النقطة B، هتلاقي درجة الحرارة عندهم كلهم 100. أمال كمية الحرارة اللي أنا بديها دي بتروح فين؟ دي بتروح كليتنت هيت. فأول لما المية مدرجة حرارة 100 دي تاخد شوية طاقة حرارية من بره، بتبدأ إن هي تتحول تدريجيا لبخار. يعني نسبة 10% منها مثلا تتحول لبخار، يعني خلينا نقول هي كل كيلو جرام عايز 2260 كيلو جول. لو أنا اديت 226 بس، يعني 10% من كمية الطاقة الحرارية اللي المية محتاجاها، ساعتها 10% من الكيلو جرام ده يعني 100 جرام من المية هيتحولوا ويبقوا ستيم، والباقي هيفضل مية زي ما هو لحد ما أنت تدي مثلا 1000 لحد البوينت سي. من البوينت دي للبوينت سي إيه اللي حصل؟ البوينت سي لو جينا نشوف هنلاقي ان هي تقريبا عند النص كمية ال 2260 كيلو جول دول. خلي بالكوا ال 2260 كيلو جول دول بعد ال 420، يعني بتاخد 420 الاول وبعد كده ال 2000، يعني ال 2260 دول مش بيشملوا ال 420 جواهم، ده بيبداوا بعدهم. تمام. فلو احنا ادينا للمية اللي درجة حرارتها 100، هي المية عشان توصل درجة حرارتها 100 عايزة 420 كيلو جول، لو انا جيت بعد كده واديت لها 1130 كيلو جول اللي هي نص ال 2260، هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ان انا اتنقلت من البوينت دي للبوينت سي، اللي هو 50% من الميه اللي عندنا بقت بخار عند درجه حراره 100، و50% منها لسه ميه بتغلي عند درجه حراره 100 برضه. طيب ثواني بنضف النضاره بس. لو احنا بقى استمرينا في التسخين لحد ما ادينا ال 2260 كيلو جول كاملين، ساعتها هنتنقل من النقطة دي للنقطة سي للنقطة بي. عند النقطة بي المية خدت الأول 420 كيلو جول وبعد كده 2260 كيلو جول، وبقت كلها بالكامل ستيم عند درجة حرارة 100. لو أنا استمريت في التسخين واديت حرارة تانية بعد كده، هلاقي إيه اللي بيحصل؟ مجرد ان انا ادي 50 كيلو جول، 50 كيلو جول، هيبدأ الستيم يتحول من ستيم عند درجة حرارة 100 لستيم عند درجة حرارة 200، ودي سنسابل هيت. هنقرا الكلام ده تاني بالتفصيل. عرفنا الفرق بين السنسابل والليتنت. الجزء ده لا مش مهم، الجزء ده مكرر مش مهم. اللي هي الحته بتاعه تعريف السنسبل هيت دي موجوده اوريدي فوق، احنا مش محتاجين نقراها تاني. الليتنت فيها تفاصيل اكتر فهنحتاج ان احنا نعرفها، لكن السنسبل كفايه الكلام اللي فوق. سنسبل هيت ان احنا بنسخن 1 كيلو جرام، لا ده هاكس، ده مش مهم. الحته دي مكرره فاحنا مش محتاجين نقراها. نيجي على الليتنت هيت. الليتنت هيت فيها كلام مكرر وفيها كلام جديد، فعشان كده مش هينفع نشطبه. الليتنت هيت هي الانرجي ريكوايرد تو تشينج يونت ماس فروم ليكويد تو فيبر ات كونستانت تمبريتشر، يعني بيغير الفيز من غير ما يغير درجه الحراره. والليتنت هيت بتاعه الميه زي ما قلنا بتبقى 2260 كيلو جول لكل كيلو جرام. ال LD is not constant، يعني القيمه ده هي مش بتبقى رقم ثابت، هي بتعتمد على الستيم بريشر اند ستيم تمبريتشر. يعني مثلا لما درجة الحرارة بتعلى ال L دي القيمة بتاعتها بتقل،
واللي بيخلي درجة الحرارة تعلى هو تغيير الضغط. مش مهمة الأرقام دي، مش حفظ، احنا بس هنبقى عارفين إن هي بتعتمد على البريجر وبتعتمد كمان على التمبريتشر. تمام. ال quantity of heat required to cause vaporization زي ما كتبناه فوق، ال Q بتساوي M في L اللي هي الماسة اللي احنا بنسخنها مضروبة في ال L أو ال constant بتاع ال latent heat. ثانية واحدة، ال L دي اللي هي اللي تنتهي زي ما قلنا to convert 1 كيلوغرام of water at 100 to steam at 100، 1 كيلوغرام في 2.26 في 10 أس 6 جول اللي هي يعني 2.26 ميجا جول اللي هو 2260 كيلو جول، كل دي تحويلات لنفس الحاجة. بيطلع عندنا 2.26 ميجا جول، ميجا دي بنضرب في 1000 عشان نحولها لكيلو اللي هو 2260 كيلو جول. Steam at this state referred as to dry saturated steam. يعني ايه dry saturated steam؟ يعني لا هو مش dry، هو saturated بس. لا دي غلط، dry دي غلط. يعني ايه saturated steam؟ يعني كل الميه اتحولت لستيم. This form of steam مهمه الحته دي، الجزئيه دي مهمه هنا كده، الحته دي مهمه. This form of steam اللي هو الستيم اللي جاي من الميه طازه ده بيبقى should ideally be used for heating and sterilization. يعني ده افضل حاجه انا استخدمها عشان عمليه التسخين او عمليه التعقيم. ليه؟ ده لان بيبقى فيه maximum latent heat energy and no associated air or water، وهنعرف برضو ازاي نشيل منه الهواء او الميه دي. يعني ده فيه كميه حراره عاليه. ليه بقى؟ الميه عشان تتحول من ميه سخنه من ميه ساقعه لميه سخنه احتاجت 420 كيلو جول لكل 100 درجه، وبالتالي لما الميه هتبرد من 100 درجه لحد زيرو هتديني قد ايه حراره؟ قد ايه طاقه حراريه؟ 420 كيلو جول بس. طيب هل 420 كيلو جول دول كميه طاقه كبيره ولا كميه طاقه قليله؟ كميه طاقه متوسطه، بس الميه هتقعد وقت قد ايه عشان تبرد؟ هتقعد وقت طويل. في حين ان تحول الميه من ميه لستيم، تحول الميه من انها تبقى ميه لانها تبقى ستيم، بيستهلك او بيخزن جواه 2260 كيلو جول، والستيم بيتبخر في ثواني، يوم جاي مديني ال 2260 كيلو جول كلهم. السوبر هيتد ستيم كانت عشان الستيم يتحول من درجه حراره 100 لدرجه حراره 200 احتاج 50 كيلو جول بس. يعني الستيم ابو درجه حراره 200 ده تمام في 50 كيلو جول بس زياده اكتر من الستيم ابو درجه حراره 100، وبياخد وقت اطول عشان يبرد وبيبقى ضغطه اعلى وبيبقى فيه خطوره. يعني تخيل انت السوبر هيت ستيم ده عند درجه حراره 200، درجه حراره 200 دي درجه حراره عاليه قوي، ولكن كميه الحراره اللي فيها ككميه طاقه بتزيد عن الستيم العادي ابو 100 درجه 50 كيلو جول فقط لا غير، وبياخد وقت كمان اطول عشان يطلع ال 50 كيلو جول دول في الاول. فالسوبر هيتد ستيم صحيح في جواه 50 كيلو جول زياده، بس ال 50 كيلو جول زياده، ال 50 كيلو جول زياده دول بيحتاجوا ان الستيم يبرد 100 درجه من 200 لحد 100 عشان يبدا ان هو يفقدهم. فطبعا بتبقى عمليه بتاخد وقت ودرجات حراره، فرق درجات حراره كبير، والعائد منها ككميه طاقه فرق بسيط جدا، لكن احسنهم هيبقى الساتوريتد ستيم العادي الطبيعي خالص. If only half the water has been converted، يعني لو نص الميه بس اتحولت لستيم، ساعتها ده مش بيبقى 1 كيلو جرام، الرقم ده هيبقى هنا نص. عشان هو نص الكيلو بس، نص الميه بس هي اللي اتحولت. الستيم في هذه الحالة بيبقى اسمه لي دراينس فراكشن قيمته نص. دراينس فراكشن قيمته 50% او قيمته نص. يطلع ايه دراينس فراكشن ده؟
dryness fraction ده عبارة عن is defined as weight fraction of steam in steam water mixture على total weight، يعني قد ايه من المية نشفت وتحولت لبخار. يعني لو احنا عندنا ربع المية بس هو اللي اتحول لستيم، ساعتها الدراينس فراكشن هيبقى 25% وهكذا. The dryness fraction is defined as weight fraction of steam in steam water mixture. طيب the dryness fraction is important because it governs the latent heat content of the steam. Maximum dryness fraction 1، يعني لو كل المية اتحولت لستيم ساعتها latent heat بتبقى كاملة زي ما هي 2260 كيلو جول لكل كيلو جرام. والدراينس فراكشن بيبقى معناه ان المايه كلها اتحولت. Once all water has been converted to steam، بمجرد ما المايه كلها تتحول وتبقى steam، any further heat energy input increases steam temperature. يعني لما انا بدي حراره بعد ما المايه كلها تغلي وتبقى steam، يعني عند البوينت ده، ساعتها الستيم بيبدا ان هو ساعتها الستيم بيبدا ان هو ياخد الحراره دي كسنسبل هيت ويحصل تشينج في التمبريتشر. ستيم ات تمبريتشر اباف الساتوريشن تمبريتشر اللي هي 100 درجه بنسميه سوبر هيت ستيم. تيكس اباوت 50 كيلو جول اوف هيت انرجي تو ريز ذا تمبريتشر اوف ستيم ات 100 تو ستيم ات 200. يعني انت بتحتاج 50 كيلو جول عشان تحول من 100 ل 200. نبدا نشوف الكيرف ده، الكيرف ده مهم جدا جدا. أول حاجة the total heat content is measured from data at zero and is summation of sensible heat latent and superheat. يعني عايز يقول أنا ببدأ من أول بوينت زيرو اللي هي عند E لحد بوينت A ده، أنا بحسب الخط ده كله من أول هنا لحد هنا. انا عايز اشيل الخط ده مش راضي يتشال. الخط اللي انا عملته زيادة ده شيله، ده الرسمة مهمة مش مشطوب عليها على حاجة عشان بس محدش يعتقد ان هي معناها انها مشطوب عليها. لا ده انا بس بقول ان احنا بنحسب من اول ايه لحد ايه، لكن الكيرف ده مهم جدا. نعم شال. طيب بنبدا نحسب التوتال هيت كونتنت من اول زيرو لحد 200 اللي فوق ده، من اول ايه لحد ايه، مرورا بالسنسبل هيت الاول وبعدين الليتنت وبعدين السوبر هيت. طيب if super heated steam at 200 عند البوينت A is cooled، بدأنا ان احنا نبرده لما يقابل any surface أبرد منه، يعني احنا بنحسب الحرارة من هنا لحد هنا زي ما شرحنا من شوية. الدكتور بقى بيقول وانا ماسك الستيم ده بقى ببرده، ايه اللي هيحصل؟ احنا شرحنا واحنا رايحين، دلوقتي بنشرح بقى واحنا راجعين. لو انا جيت عند البوينت A ده هي عند 200 درجة وبردت الستيم عن طريق انه يقابل اي سيستم تاني ابرد منه اثناء التسخين في الجهاز، هيبدا يفقد الهيت انرجي بتاعته. في الاول هيبدا يبرد مش هيتكثف على طول. السوبر هيتد ستيم ده اول لما بيقابل اي سيستم تاني ابرد منه مش بيتكثف، الاول بيبرد. ستيم ويل ديكريز ان تمبريتشر ويفقد سمول اماونت اوف سوبر هيت اللي هي ال 50 كيلو جول دول لحد ما يوصل للساتوريشن تمبريتشر اللي هي عند بي. When steam temperature reduced to 100 درجة اللي هي عند B، هيبدأ الستيم يحصل له condensation ويفقد ال latent heat energy اللي كانت موجودة معاه. لما نص الستيم يتكثف اللي هو كيلو جرام يتكثف نصه، هنوصل للبوينت C ويفقد 1.13 أو 1130 لو أنا بقيسها بالكيلو جول، 1.13 لو أنا بقيسها بالميجا جول، 1130 لو أنا بقيسها بالكيلو جول is given up. والساتوريتد ستيم دلوقتي يبقى له دراينس فراكشن نص، عشان نص الكميه اللي موجوده عندنا ستيم والباقي ميه. While there is still steam present، بما ان لسه في ستيم موجود، temperature of the steam and any condensate will remain at 100 درجه. لسه في ستيم، في جزء اتكثف صحيح بس لسه في ستيم كمان.
فبيفضل محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته 100 زي ما هي لحد ما كله يبرد مع بعضه، أو مش يبرد بقى، يفقد حرارة ويوصل للبوينت دي. عند البوينت دي كل الاستيم اتكثف وتحول إلى كوندنسيت، يعني المياه المعطرة اللي جاية من الاستيم. بعد كده المياه المعطرة الكوندنسيت اللي جاية من الاستيم دي will lose sensible heat، هتفقد sensible heat شوية دول، ودرجة حرارتها تقعد تقل لحد ما توصل تاني لزيرو. If the temperature of the surface in contact with condensate is zero، يعني لو أنا جاب الستيم ده حطه على حاجة درجة حرارتها زيرو، هيفضل يبرد يبرد لحد ما كله يوصل للزيرو ده. من E لD دي sensible heat، من D لC 50% of latent heat، من D لحد B 100% كلها، يعني من السي للبي 50% التانيين، يبقى من الدي للبي 100% كلها من اللي تنتهيت، من بي للاي اللي هي سنسبل هيت اوف سوبر هيتد ستيم. ده كده واحنا بنسخن واحنا رايحين، ده كده واحنا بنبرد واحنا راجعين. دراينس فراكشن احنا قلناها قبل كده، مش لازم نذاكره من هنا تاني، هو موجود قبل كده فمش محتاجين نقراه تاني. هو وزن الستيم على اوريجينال ويت اوف ووتر، على الوزن الاصلي بتاع الميه، او وزن الستيم على مجموع وزن الستيم زائد وزن الميه اللي متبقيه. يعني لو الميه 1 كيلو جرام والدراينس فراكشن 10%، ده معناه ان 0.1 من الكيلو جرام، 10% من الكيلو جرام ده تحول لستيم، وان ساعتها الليتنت هيت اللي موجوده تبقى 0.1 مضروبه في 2260 كيلو جول، يبقى 226. لو دراينس فراكشن طلعت بواحد، ده معناه ان الميه كلها اتحولت لستيم، وبقى معانا ستيم فري اوف ووتر، مفيش فيه اي ميه. والماكسيمم ساتوريشن بوينت بتحصل عند 2260 كيلو جول. التوتال هيت ريكوايرد بقى من اول ان انا احول سنسبل من 0 لحد 100، وليتنت من ووتر لستيم، وسوبر هيت من 100 ل 200، 420 بتوع الاول، ودي 2260 مش 2240، دي صلحوها 2260 ده هي. وبعدين 50. دي هتبقى 2260. أنواع الستيم، في عندنا حاجة اسمها saturated steam، أو بيبقى اسمه wet steam. wet steam ليه؟ لأن غصب عنه بيبقى معاه نقط مية، هنشوف هتتشال ازاي في المحاضرة بتاعة الاكسسوارز. انت لو واقف قدام حلة فيها مية بتغلي، هتلاقي فيه بخار طالع، ولابس نظارة هتلاقي فيه المية، البخار اللي بيطلع ده بيتكثف ويعمل شبورة على النظارة اللي انت لابسها. لو معانا حلة فما بتغلي وانا واقف قدام الحلة دي بالنظارة، هلاقي في شبورة، ومع الشبورة دي هلاقي نقط مية. نقط المية دي جاية منين؟ المية اثناء لما هي بتتحول لستيم، الاول بيحصل لها بويلنج بتغلي، الغليان بيخلي المية تقعد تطرطش كده، الغليان بيخلي المية تقعد تطرطش وتطلع نقط. نقط المية اللي بتطرطش وبتطلع دي بتتشال مع الستيم، لان هي بتبقى دروبلت اوف ووتر صغيره، بيسموها انتريند او سسبندد ووتر دروبلت، بتبقى نقط ميه خفيفه وصغيره، والبخار بيبقى طالع بضغط عالي فبيطيرها معاه. فالساتوريتد ستيم او الويت ستيم ده بيبقى الستيم اللي ارايزنج دايركتلي فروم بويلنج ووتر، وده بيبقى عند الاتموسفيريك بريشر او هاير، عند الضغط الجوي او عند ضغط اعلى، وده ايزلي كوندنس، بيتكثف بسهوله لما يقابل اي حاجه ابرد منه، بيبقى اسمه ويت ستيم عشان بيبقى فيه سسبندد ووتر دروبلت. في انساتوريتد ستيم، ده اللي بيحصل عند بريشر ليس ذان الساتوريتد ستيم. هو الحقيقه الانساتوريتد ستيم ده الدكتور ما جابش سيرته وهو بيشرح، يعني ده نعرف بس ان هو نون كوندنسابل فيبر وخلاص، لكن هو مش مهم الجزئيه دي. ده كده مش مهم. في عندنا بعد كده بقى السوبر هيتد ستيم.
السوبر هيتد ستيم ده بيبقى زيه زي اي جاز غاز طبيعي، ما مش بيتكثف غير لما يبرد الاول. ده اللي بيجي من الهيتنج اوف ساتوريتد ستيم اواي اوف كونتاكت ويز اتس ليكويد ستيت. يعني ايه؟ يعني كل الميه اتحولت لبخار، كل الميه اتحولت لبخار وما عادش فيه ميه خالص، وانا ما زلت بسخن. وده بيبقى زيه زي اي غاز لما بيقابل اي حاجه ابرد منه بيفقد السنسابل هيت لحد ما يبقى ساتوريتد. وده عاده ما بيستخدمش في التسخين، ده بيستخدم as source of energy and movement في الستيم انجن، اللي هي كانوا زمان بيسموا في حاجه اسمها الباخره، اللي اسمها المراكب البخاريه والقطار البخاري وحاجات كده. السؤال ده بقى يعني اللي مش عايز يحفظ الجدول اللي فوق ده مش مهم، ده اللي مهم، الجزء ده اللي مهم. Give reason only saturated steam is used as heat transfer agent and not the superheated steam. يعني احنا لما بنيجي في التسخين بنستخدم الساتوريتد مش السوبر هيتد، رغم ان السوبر هيتد فيه 50 كيلو جول اعلى، بس بيقعد يبرد من 200 لحد 100، بياخد وقت اطول عشان يديني 50 كيلو جول بس في الاول، في حين ان الساتوريتد في ثواني بيبرد ويفقد كميه كبيره من الحراره اللي هي ال 2260 كيلو جول بتوع الليتنت هيت. Saturate because saturated steam provide large amount of heat by condensation when contact with cooler surface. عشان الساتوريتد ستيم بيفقد كمية كبيرة من الحرارة اللي هي ال 2260 كيلو جول بتوع الليتنت هيت عن طريق ان بيحصل له كوندنسيشن وين كونتاكتس وذ كولر سيرفيس لما بيقابل اي سيرفيس تاني ابرد منه. وايل سوبر هيتد ستيم بقى ويل لوز هيت ان ريفرس اوردر باي فيرست كولينج تو ساتوريشن تمبريتشر، لازم يبرد الاول وبيديني سمول اماونت اوف سوبر هيت، وبعد كده اونلي ذن بقى بعد ما يبقى يبرد يفتكر بقى يبرد في الاخر، ساعتها يبدا يحصل له كوندنسيشن ويطلع الليتنت هيت اللي كانت معاه. يعني هي اوريدي معاه بتطلع عادي بس تاخد وقت اطول. Adverse effect of air and condensate in the steam. وبص هنا يا جماعه الكلام اللي بالاسود ده مش مهم، والقانون ده الدكتور قاله اسما بس، فالحته دي مش هتبقى مهمه بالنسبه لنا. ايه الدكتور ما شرحهاش؟ طيب اول حاجه بنقول ايه بقى؟ There are two potential way in which air may contaminate the steam. الهواء مش سخن وما بيتكثفش، بس بيشغل حجم او بيشغل حيز وضغط مكان الستيم. يعني البخار لو دخل معاه اير ده بيقلل حجم البخار اللي موجود، وبيقلل قدرته على توصيل الحرارة، وبيقلل كمان كمية الحرارة اللي موجودة. يعني هو الهواء بيقعد مكان الستيم، وبالتالي بيقلل كمية الستيم اللي ماشية جوه الجهاز، وفي نفس الوقت الهواء ده لا مخزن جواه حرارة ولا بينقل الحرارة كويس. الهواء بيجي من مكانين، water always contained solved air. وبالتالي انتوا عارفين لما بتيجي تسخن مية قبل ما المية تغلي، قبل ما المية تغلي في الأول بتلاقي فيه فقاقيع صغيرة كده بتطلع من تحت لفوق، ده بيبقى air هواء دايب في قلب المية. الهواء ده هيطلع مع المية اللي بتغلي ويبدأ يدخل في قلب الستيم. تاني حاجة إن الاير بيكون موجود أساسا في الجهاز قبل ما أنت تدخل فيه ستيم. هو هنا بيتكلم على إيه؟ على الهواء هيجي للستيم منين؟ يا إما من إن الهواء ده كان دايب في المية اللي أنا بصنع منها الستيم، أو إن الهواء ده كان موجود في الجهاز اللي أنا بدخل عليه الستيم. طب أنت زعلان من الاير والكوندنسيت ليه؟ الاير اللي هو الهواء اللي كان موجود في الجهاز، والكوندنسيت ده اللي هو نقط الميه الناتجه من ان اول شويه ستيم اتكثفوا. اير از بيرمننت جاز، يعني الاير يعني ايه بيرمننت جاز؟ يعني نون كوندنسد ما بيتكثفش. وان ذا ستيم كوندنس تو فورم كوندنسيت لاير، لما الستيم بيبدا يتكثف ويكون طبقه نقط ميه من تكثف الستيم، تمام؟ فورم اير لاير ان كونتاكت ويز ذا كوندنسيت. يعني بيبقى في عندنا الجهاز، هو اصل الجهاز بيبقى عباره عن مجموعه من المواسير والانابيب ماشي حواليها بخار. البخار ده اول لما بيقابل المواسير والانابيب ايه اللي بيحصل؟ بيتكثف عليها.
يسيب الطبقة الأول نقط مية وفوقها طبقة هواء. Both air and the condensate layer بيبقى ليهم lower vapor pressure، ضغطهم أقل، و lower temperature ودرجة حرارتهم أقل، و lower conductivity وقدرتهم على التوصيل أقل، وكمان نقدر نقول lower heat content يعني مفيش فيهم حرارة، وهما اللي بيلزقوا لأن المية بتلزق على المواسير عشان أتقل من الستيم والهواء بيجي فوق السيرفس بتاع المية على طول. فطبقة المية اللي هي الناتجة من الكوندنسيشن بتاع الستيم ومعاها الطبقة بتاعة الاير، الاتنين دول بيقللوا الهيتنج افشنسي اوف ذا ستيم، بيقللوا قدرة الستيم على انه يوصل حرارة. الاير والووتر فيهم مشكلتين، اير اند كوندنسيت ار فيري بور كوندكتور، وبالتالي فورم بارير تو هيت فلو، بيعملوا حاجز يمنع توصيل الحرارة. تمام. The overall heat transfer coefficient، ما هي الحرارة لما تيجي تتنقل بدل ما تخش على الحاجة اللي انت بتسخنها على طول بتعدي على طبقة من الهواء وطبقة من المية وهم قدرتهم على توصيل حرارة قليلة. The overall heat transfer coefficient depend on هاري اللي مش مع... يعني اللي مش فاهم ايه بالاحمر ده كأنكم شايفينه، بيقول لي هنا ايه بقى، presence as little as 1% of air يعني 1% هواء في الستيم ممكن يقلل الهيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو ده رمز الهيت ترانسفير كوفيشنت باي هاف، يعني يقلل قدرة التوصيل للنص. Another adverse effect of air according to Dalton law، the total pressure of air steam mixture will be due to summation of partial pressure of air and steam، ان هو بيقلل الضغط، بيقلل الضغط، وتقليل الضغط ده هيخلي الستيم يتكثف، ممكن يتكثف عند درجات حرارة أقل من اللي أنا عايزها. قصة طويلة عريضة كده، اعرفوا بس منها إن هو according to Dalton law التوتال بريشر ديكريز هيقل بس. نسبة الستيم قلت بدل ما كان عندنا ستيم بس، بدل ما كان التوتال بريشر للستيم بقى ده مشروح تحت يعني، بس يعني مش مهم ال مش مهم التفاصيل اللي مكتوبة هنا دي، نعرف بس according to Dalton law التوتال بريشر will be السمشن مجموع البارشال بريشر بتاع الاير وبتاع الاستيم بدل ما كان ضغط الاستيم بس. طيب تريتمنت اوف ستيم بيفور يوز ان هيت ترانسفير اكويبمنت، الستيم لازم نعمل له دراينج. يعني ايه ستيم دراينج؟ الستيم ده بخار ميه، بس بخار الميه وهو طالع بيبقى شايل معاه نقط ميه، انا عايز اخليه بخار ميه من غير نقط الميه دي. فكلمه دراينج مش معناها ان انا بنشف الاستيم او الاستيم ده ميه بس بخار، كلمه دراينج هنا بس المقصود منها ان انا بشيل نقط الميه اللي كانت طالعه من تحت اثناء غليان الميه زي ما هي، وده عن طريق حاجه هنتكلم عليها في الحصه بتاعه الاكسسوارز اسمها ستيم دراير. الستيم دراير ده بيركب على البويلر اللي بيطلع ستيم اللي بينتج الستيم. بكل بساطه فكره الستيم دراير ان هو بياخد الستيم بخار الميه ماشي في اتجاه معين، يلففه حلزوني كده سبايرال بحيث ان هو يطرطش نقط الميه اللي معاه، نقط الميه عشان اتقل من الستيم بتتفصل وبتتنطر كده وتتجمع على الجدار بتاع الجهاز، والستيم عشان بخار زي ما هو وضغطه عالي هيكمل ويخرج من غير نقط الميه اللي معاه. ده باختصار لحد ما نبقى نشرحها. الستيم دراير دي وظيفتها سيباريت اند ريموف ووتر انتريند دروبلتس، نقط الميه اللي موجوده، وبالتالي يطلع لي ستيم فري اوف اتس ووتر دروبلت او اللي بنسميه درايد ستيم. وبكده ده كان الجزء اللي الدكتور اكتفى بشرحه في الهيت ترانسفير. كان في جزء في مسائل كتير جدا الدكتور قال خلاص ما كفايه نعرفها من التوتوريال، وكان في اجهزه كتير جدا برضه الدكتور ما جابش سيرتها، فاحنا هنكتفي بالكلام اللي الدكتور شرحه كده، يبقى كده زي الفل خلص كده الجزء بتاع الهيت ترانسفير.